لعله كان موقفي بالسابق أنني معارض أو أنني منتقد، وكنت أجرح بمواقفي الرافضة، ظني بأن شيعة لبنان رافضة، فاستفادوا من هذا الأمر. بل أن هناك كتب صدرت كنت أشك في مصادرها، يعني مثلا كتاب من هو حزب الله، أنا ما زلت حتى أنا أشك من الذي أصدره الكتاب الذي يحرض أهل السنة على الشيعة أو أنهم روافض. شوف من أصدره هذا الكتاب؟ الفرق بين الرافض والشيعي أن هذا مسلم وهذا ليس مسلم في عقيدتنا، والفرق بين السني والناصبي عند الشيعة أن السني مسلم والشيعي والناصبي يكفر علي والحسين. ولما سمعت من بعض التيارات اللي هي السنية من يسب علي ويسب الحسين، ترى ردا على من سب عمر وأبو بكر، رفضت هذا الأمر، لا يمكن لي أن أكون مطيع. ولما سمعت من بعض التيارات اللي هي السنية من يسب علي ويسب الحسين، ترى ردا على من سب عمر وأبو بكر، رفضت هذا الأمر، لا يمكن لي أن أكون. التيار السلفي أن ينظر أن أهل السنة في لبنان وأهل الشيعة في لبنان ليس فيهم نواصب ولا روافض. عند سمعت نواصب في لبنان، أهل السنة في لبنان ليس فيهم نواصب. عند سمعت نواصب في لبنان، ليس فيهم نواصب. عند سمعت نواصب في لبنان. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أخذوا يلعنون ويطعنون بشخصيات من الصحابة، هذا كلام لا أقبل من تيار علماني يأتي منه من رعاعه فيلعن أحدا من الصحابة كما يلعن علي أو يلعن الحسين. هنا التيار السلفي أن ينظر أن أهل السنة في لبنان وأهل الشيعة في لبنان ليس فيهم نواصب ولا روافض. ولما سمعت من بعض التيارات اللي هي السنية من يسب علي ويسب الحسين، ترى ردا على من سب عمر وأبو بكر، رفضت هذا الأمر، الرافضة من يرفض كتاب الله ويعتقد أن القرآن محرف، من يلعن ويكفر كل الصحابة ويطعن أم المؤمنين عائشة، هذا هو الرافضي.